ده كلام مهم جدا. كأس العالم للأندية، رأيك في القرعة؟ الأهلي مع أوكلاند، وبإذن الله تعالى الكسباني يوم 4 فبراير لعب سياتل الأمريكي. سياتل الامريكي، الناس عماله تقول ماتش سهل، مين قال الكلام ده؟ مين قال الأمريكي؟ أنا بتكلم على أوكلاند الأول. ما هو أنت لأ، حتى لو تجاوزت أوكلاند، مين قال إن سياتل ده؟ سياتل هيبقى أصعب من أوكلاند 10 مرات. طبعًا طبعًا. أمريكا مهتمية جدًا، مهتمة، شوف أمريكا بتعمل إيه في المحافل الدولية، مقدمها فريق محترم باستمرار، وفي كأس العالم للقارات. ده إحنا كنا مطلوب نتعادل معاها أو نخسر 2 عشان نطلع الأول على على البطولة، خسرنا 3. بقى. خد بالك؟ ده فريق أوكلاند ده. فريق مليء بالجنسيات المختلفة، نيوزيلندي، وبطل حاجة اسمها الأوقيانوس يا شباب. أوكلاند ده عشان نقول بطل الأوقيانوس، هو النادي نفسه تأسس 2004، هو عنده الرقم القياسي في المشاركات في كأس العالم للأندية. بيستعد لتسجيل ظهوره 10 في البطولة. بيتفوق بفارق مشاركتين على الأهلي. خد 15 لقاء طوال مسيرته في كأس العالم للأندية. ثاني أكثر الأندية لعبا للمباريات في تاريخ البطولة بعد الأهلي. بعد الأهلي. يعني في عدد المباريات الأهلي يسبقه، في عدد المشاركات هو يسبق الأهلي. نشرح ولا مفهومة؟ لا مفهومة. لا ده أكثر، ده أكثر مشاركة وده أكثر لعب. ما هو إزاي تيجي بقى؟ إذا كان ده بيشارك ويروح. هذا الأوكلاند لا يتجاوز الأدوار الأولى. التمهيدية. التمهيدية. ما سمعناش إنه حتى خد المركز الرابع مرة. لا خالص، هو يلعب أول ماتش ويمشي. فأنت تجاوزت هذا الأمر 4 مرات، خدت رابع وخدت ثالث 3 مرات. دي ادتك انك لعبت عدد ماتشات اكتر. طبعا. في التصنيف بقى، هل اللي شارك اكتر ولا اللي لعب ماتشات اكتر وحقق نتائج اكتر؟ هو لما تسمع المدرب بتاعه رييرا وهو بيتحدث عن النادي الاهلي، مدربه اسباني الاصل البرتو ريبيرا، بيتحدث عن، عارف كل صغيره وكبيره، عارف لعيبه الاهلي. قال لك الخمس لعيبه هم اللي اخطر، وقال ان احنا جبنا لعيبه جداد عشان كاس العالم. وهذا يقودنا الى ان النادي الاهلي ايضا، واثق ان ده بيحصل وهيحصل، هيدرسهم كويس قوي لعيب لعيب، لانهم في لعيبه من اصول جزائريه ومغربيه وافريقيه، ويعني فهتلاقي نادي ملوش ماسكه، مدارس مختلفة جواه. الفريق ده مع البرت ريبيرا المدرب الأسباني الأصل يا جماعة، اللي تولاه من ديسمبر 2021، قادوا في 37 مباراة، حقق الفوز في 33 مباراة مقابل تعادلين وخسارتين، وتوج معاه بالدوري النيوزيلندي الموسم الماضي بخلاف فوزه بدوري أبطال اتحاد الأوقيانوس. القيمة التسويقية لهذا النادي تبلغ 4 مليون يورو و35 ألف. أبرز لاعبيه مهاجم أرجنتيني مخضرم إيميليانو تادي، ده 34 سنة، كما يضم لاعب الوسط المهاجم الجزائري الأصل ريان طيب، والمهاجم الجنوب أفريقي ريان ديفرينس، والجناح الكوري الجنوبي جوزيف لي، وأيضا لاعب الوسط الأسباني جيرارد جارجيا. الأوكلاند حاليا بيقضي فترة راحة بعد انتهاء الموسم، الموسم خلص عنده في نيوزيلندا الشهر اللي فات، لم يخض أي مباراة منذ لقائه الأخير في الدوري المحلي في 4 ديسمبر. ده بيصعب بطبيعة الحال من مهمة الأهلي، لأنه الفريق بدنيا في أفضل حالاته واخد راحات كافية جدا. الأمور اللي المؤكد أنه مستر مارسيل كولر هيراعيها. نشوف حفل إجراء القرعة اللي أقيمت في المغرب بحضور جياني إنفانتينو، وتم سحب قرعة البطولة. المفروض إن دلوقتي أول سحب بيتم وهو سياتل ساوندرز الأمريكي. ده اللي هيلاعب الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي، الهلال السعودي. يبقى كده سياتل ساوندرز هيلاعب الفائز من أهلي وأوكلاند سيتي، والوداد المغربي هيلاعب الهلال السعودي. دي هتكون مباريات الدور الثاني. في
فلامينجو البرازيلي. فلامينجو دو برازيل. طبعا الفائز من مباريات الدور الثاني هيلاعب فلامينجو البرازيلي وريال مدريد في النصف النهائي، وده بقى اللي هتحدده القرعه دلوقتي. الفائزين من المباراة الثالثة هيلاعب فلامينجو. All matches are going to be very exciting, but this one is specially calling our attention. Go ahead. ريال مدريد. ريال مدريد. It was the only time. ده طبعا الفريق اللي كان فاضل خالص طرف نصف النهائي الآخر. وكده ريال مدريد هيلاعب الفائز من المباراة الثانية. Let me briefly recap what we have had until now. Match number two will be between. وزي ما قلنا إن المباراة الثانية دي هتجمع بين الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي، اللي هيكسب منهم هيلاعب سياتل، فدي هتكون المباراة الثالثة والثانية عفوا، واللي هيكسب هيلاعب ريال مدريد. انما كالعاده في اي قرعه الناس تقعد تقول لك صعبه وسهله والطريق ده اسهل والطريق ده اصعب، اللي طبعا متنرفز من النادي الاهلي هيقول لك يا بختك وطريقك سهل، رغم ان الطريق ده لو حصلت الـ 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 يعني النتيجه الايجابيه الصعبه ووصلنا هنصدم بريال مدريد في السيمي فاينل. يعني وايه الاسهم كده؟ وسياتل ده تعالى قيمه كده وشوف كل الاطراف المرادفه. لا سياتل لما نيجي يا جماعه في وقتها مش عايزين نتكلم، مش هنشوي السمك على راي ابراهيم قبل ما نصطاده. لو عدينا اوكلاند انتوا لو دورتوا على سياتل هتكتشفوا قوه هذا الفريق، بس الاول ربنا كرمنا في اوكلاند، فقط اوكلاند. اذا اوكلاند الاهلي يوم 1 فبراير، الفائز يلعب 4 فبراير مع سياتل الامريكي في نفس الدور، هيكون الهلال والوداد بيلعبوا مع بعض الدور السيمي فاينل. الهلال والوداد اللي يكسب يروح يلعب فلامينجو البرازيلي، الكسبان من الاهلي واوكلاند يلعب سياتل الامريكي، الكسبان يلعب مع ريال مدريد في السيمي فاينل. اذا ريال مدريد طريق الاهلي، فلامينجو او باذن الله تعالى، وفلامينجو البرازيلي طريق الهلال او الوداد، ايهما يصعد يواجه بطل امريكا اللاتينيه. دي القرعه.